تحتاج حلق بس، بس انك تعرف لي سمكري بس سوي صيانه للحلق. سيوله تلميع ساطع فعلا يحتاج تلميع. ونانو نانو سيراميك و نانو سيراميك تدري باقي أربع أيام وينتهي البرنامج. تدري الجمعات هذه راح نفقدها. والله يعني تفقدونها. بس صحيح. بنجتمع بإذن الله. مشتكم تفقدونها. والله بنجتمع بإذن الله. داري يا طويل العمر حتى الهوشات دي والصجة وال. بتشتاقها والله بتشتاقها والله بتشتاق. والله إني رحت حايل يومين. رحت حايل الخميس الجمعة السبت. أنا هنا السبت. اليومين هذه والله العظيم إني. كذا لا إراديا والله لا إراديا أمسك الجوال أروح أفتح قناة الواقع أشوف البث كذا طقطق ناظر في العيال بس ما عندي شيء ما عندي شغل بس كذا ناظر البث بقى أربع أيام وينتهي. الله أتذكر في المجلس كنت أنا بالزاوية هنا جالس أنا وسالم جديع وخالد نيف وكان ناصر غامدي بالنص يقعد يتكلم عن قناة ومن القناة. بداية البرنامج المجلس الأزرق. هذا المجلس الأول المجلس الأزرق. بداية البرنامج أول ما جيت للجنة قالوا لي ايش قالوا لي؟ يلا راح اجلس راح اجلس يقولها ترك الدوسري انا ومعي فايز. اول ما دخلنا كان معي سلمان الحارثي الله يذكره بالخير كمان التصفيات. يوم خلصت قال سلمان سيف تعال يلا في المقابلة. ايه بعد ما خلصنا المقابلة عب هواء ها؟ يلا خذ مايكك ادخل الهواء. خلص مقابلة المفروض تمشي صح؟ انا دخلت عبيت هواء مع ناصر غامدي وسلمان بلهي والشباب جلسنا هنا نسولف طلعنا فايز اربع فواصل في نفس الوقت دمشينا. تدري وش الاكثر شيء يعني مستغرب منه؟ بدايه البرنامج الثاني اللي بيجي أوه. بس كذا بقعد اشوف ان الاداره كيف تقول لهم ترى في فواصل كلها تقولون كذا لا تسوون بتعاني معهم عرفت اللي الشرح ذا ياو. بس يحظى اللي بيدخل برنامج واقعي وتحت ادارته ابو عبد الله ناصر غامدي بس قسم بالله والله انه ما يدلعهم ده. والله الذي لا اله الا لو ما عمري جيته اني انا الناس اللي ابيه يقول لي لا شيء صعب اطلبه منه اللي راح انا استحي اقول له بيطلع والله العظيم لين طفح الكي جات اختي وطلعت اختي الصغيره ايش قومها ما صدقت انها تجي ذهب المخراج لي 5-8 يوم ما طلع يا رجل. اقرب مثال فيصل عويذر خوينا ايه عنده براند عطور بيض روج زين جاء ناصر غامدي قال له شوف هات تعال وقام يعلن للبراند حبيبي قسم بالله ما يا اخي اقسم بالله ودي اعرف يحب الخير يا رجل يا رجل يا ولد والله ايه؟ ما ادري كيف اوصف الرجال اقسم والله الذي لا اله الا هو بعيدا عنه يسمعنا واحنا نتكلم والله العظيم من ناصر الغامدي ابو عبد الاله انه مسوي معنا جميل من يوم دخلنا البرنامج الى الان خاصه انا يا سيف اني ما راح انسى جميله. تبين اصدمك بشيء؟ حلو على كثر ما اخذوا العيال جوالاتهم وعلى كثر صح ان الجوالات تضر الشخص ما تفيده ابدا سالفه بث انا ضد الفكره هذه لانك انت بتقرا كلام ضدك يعني ما انت بلاقي الكلام بالبدايات الجمهور ما يعرف شخصيتك انت كمتسابق تلقى الجمهور مو متقبلك يتكلم عليك بينتقد عليك انتقادات سلبيه فهذه تضرني كمتسابق. هو ايش يقول يجي يعطيك نصائح يقول معليك تراك تسمع معليك من الجمهور عادي ترى بيجيك واحد يقول لك كذا 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 افتح التاج الا موجود كذا 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 يا شباب ترى عادي احنا متجمعين شباب ترى عادي بالضبط انا ليش اعطيتكم جوالاتكم ليش ما بعطيكم تعودوا ومتى اكتشف ان كلامه فعلا صح بيوم 60-70 يوم تعودنا من 50 واطلع فوق من 40 وانت رايح فوق هنا عرفنا كلام عبد الله صح. الحين نشوف انتقاد سلبي ما همي والله ما همي انتقاد عرفت اللي ارفع يا رجال الله يستر عليه الله يوجدك يا عدل ما ذبح لنا بالبدايه كنا لا نتحسس لا تسوي حركه ثانيه وانا توني طالع الاعلام وتوني بادي وتوني جديد الله والله ما قصر الله بس وابو فيصل بعد ابو فيصل بمشي ابو طلال لا قال كذا يعني اعرف ان وضعك خلاص روح ما عليك من احد وضعك منتهي تعرف ان تب التب والله اني بفقدهم صدق لا سواك والله اني بفقدهم بس باذن الله ان البرنامج الجاي باذن الله ان يكون احد المقدمين
باذن الله. وش اسمه البرنامج الجاي؟ والله اني ما اعرف اسمه الا الان، بس انه افتحوا التقديم ترى اذا ما كني سمعت او كني الحمد لله انه احنا المتسابقين نقدر نشارك في البرنامج الجاي. متسابقين؟ ايه نسختنا هذه متسابقين، يعني نطلع ناخذ وقت تحت نقدم. تقدر تقدم للنسخه الجايه البرنامج الجاي؟ بس ماني متاكد انا جاني سمعت اكيد. وان شاء الله نسوي ان شاء الله نطلع من البرنامج هذا ندخل في البرنامج مقدمين. سيف الاكل بيستاهل، نايف ثامر يستاهل، سيف سالم، عبد الله عتيبي، عبد الله حربي يستاهلون الطيب. ها يستاهلون. خلاص طلع المقدمين ووزعنا احنا المتسابقين هذول. اضطريت انا يا عبد الله، ها اضطريتوني يا عيال على الانتقادات من اول يوم. اقول لك بدايه من اول في السناب تجيني من اول زمان، اسنب انا من زمان مبطي وتجيني انتقادات وما لومهم يا ولد. يوم شفت نفسي اول قلت يا تعينها بالقصص ذيك سناب والله، والله العظيم ما لومهم، اثرني دابلن كبدهم والله. كانت تاثر علي، تاثر علي تاثير بشكل ما تتصور انا، لين وصلت فيني والله العظيم اني موري واحد من العيال اقول شوف تقدر تحط قصه خاصه، قصه قصه قصتي اقسم بالله اني حاط لي قصه لحالي اسمها مسميها قصه لحالي، اني اصور سنابات واسولف واضحك وانزلها بالقصه لحالي واشبح في عمري طوال العمر وخليها. خيت لي تقريبا حول 6 اشهر ما نزلت ولا سناب عام، مثل علي الكلام تاثرت في نفس الوقت جالس مع نفسي ابغى اتعود وابغى ادرس مع نفسي. يوم هنا خلاص تعديت المرحله هذه ما عاد اثر فيني الكلام، ما عاد اثر فيني الكلام نهائيا، وانزل عام اي شيء يطري علي انزل. نعم منصه خاصه فيك تنزل فيها الشيء الصحيح والشيء اللي ايه. شوف انا زيك ابو رحمه كان ياثر يوم. انا ما انا الكلام ما ياثر علي ابدا 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 ابدا، مو مساله انه ما ياثر بشكل، لا بس انه يحز بخاطري. ايوه جزاك الله، يحز بالخاطر اما ياثر وبخليني لا كلام شفته بحز بخاطري عرفت. بس اي شيء اسويه وامي وابوي راضين عنه احسنت ويدرون راضين عنه. نعم. والله قبلهم والله لو ايش ما صار ابا من ابا وشام هشام والله ما همني، دام امي وابوي الاثنين ذولا اللي اغلى من اغلى ما املك في حياتي راضين على الشيء اللي انا اسويه فهمت؟ اقدم والله لو أمة الثقلين هذه كل ابوه مش راضي يطال عمرك وشيء يطول وجهه ما يقصر وجهك معنا بس. نعم. والله لو أمة الثقلين ذي كلها اجتمعوا ضدي وامي وابوي راضين كفه امي وابوي ترتفع والله اي شيء ما ي... ما ي... كفه ترتفع ولا تنزل ترتفع والله ما ادري. هلا 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 اقول بس لا كفه امي وابوي تنزل ليه انها ثقيله ايه وكلام الناس اللي يرتفع انتقاد يرتفع كلام امك ذهب وابوك حبيبي. انا والله مطولت ضيعت حلقي، انا بديت اضيع حلقي الان والله بديت اضيع ايه بديت اضيع هذه مساله لازم نلقى لها حل سيف والله العظيم اعاني منها، انا صرت اعاني منها باسبوع عن طول البرنامج اعاني منها. لا بالعكس حبيبي حبيبي ما دام الهوا ما عليه شروط ما ادري ايش يقول لازم شو يقول دقيقه ما دام الهوا ما عليه شروط ما دام الهوا ما عليه ما ادري ايش يقول انت تقول معاذيري ولا يقبل معاذيرك، بتصير مضبوط واصير مضبوط، بتروح مع غيري وروح مع غيري. اليوم سولف مع ناصر بقول لك مع غيرك بقول تعرفني يوم انك تمزح معي؟ قلت تمزح معي تعرفني؟ ناظر فيه ناصر يقول يا اخي سيف السالم انت وعبد الله الحربي. والله شوف هذه لازم تكريجات أيوة. لا لازم نبي حل يا رجال قدامنا رجال، اليوم اليوم عندنا شعر قمه لا سولف معهم ضيع حلقي لا مستحيل. معك ابو رحمه معك سلف حلقي؟ والله علقي يلا يوصلني الاربع ايام دي يخلصني تكفى يعني باقي طقطق فيه شوي ما عاد لا طقطق فيه تكفى. اول ما طلع من برنامج ابى ارقد يوم كامل واسوي مساء. طيب ما اقدر اسوي للحلقه استعاده الذكريات؟ تقدر طف وشغل خلوني بروح شوي بجيك دقيقه. انا بروح شوي وبجي دقيقه ابو رحمه تقدر تسولف مع انا يلا اسولف مع نفسي سولف مع متابعين قلنا سالفتك خليك حبيبي نداء الطبيعه. السلام عليكم يلا حيهم علومكم النشام عساكم طيبين كبسوا لهنتوا كبسوا
لا حد يطلب قسط، ارجوكم رجاء خاص لا حد يطلب قسط. هذا معكم وقت الحين، انا بسولف معكم، وقتي بيخلص بعد شوي. وينك من زمان يا ابو رحمة؟ والله موجود في البرنامج، والله انك كهو يا المطنوخ، الله يطول عمرك، انت الكهو والله يرحم والديك. يا طيبك طيباه يا ابو رحمة، الطيب والله لحيتك، طيب والدينا ووالديك ان شاء الله. من وين يا ابو رحمة؟ من نجران يا ابو، الله يعزك ويرفع قدرك ان شاء الله. من وين؟ من نجران بالضبط، من الحسينية.